حضرتنا بها محضر لنا الموقد. صباح الخير ربع. صباح الخير حبيبي. بها محضر لنا الموقد، هسه نحضر ريوقنا ونوافيكم بالتفاصيل. موقفها كم بيضة؟ أربعة كافي. مستوي ولا لا؟ ما مستوي. لا ها؟ لا بعدين بس معك غير علم نشربه ناكله وياه. نشربه ناكله وياه؟ علم نشربه ناكله وياه. شنو ايش؟ شنو هسه؟ شو اقول لك انا؟ ايوه يعني بعد ما نجيب منتظر اخر مره نجيب فلان انت صاحبك منتظر صديقك ذاك مالك شنو طلع البغداد؟ هاي جوله صباحيه بالبر، وصلنا عند بطين. شوفوا ذاك البطين بتجمع بيه ماي، هسه راح نتقرب عليه ننزل ونشوفكم الماي. شوف 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 ماي ماي بنص الصحراء، شوفوا ايوا هذا مغدر يفيد العرب. هسه وصلنا القصر شقرة، هذا قصر احد امراء بيت السعدون. شوفوا المنطقة هاي، طبعا ها كلها بناء، هاي هنا بناء كان هناك ذاك بيت. شوفوا هذا هو القصر، هاي اثاره. هم كاشتين عالم. ذيك سيارة لو كان صين. شوفوا هذا القصر، هذا قصر شقرة. طبعا بناء هواي، هذا نصور لكم نلف لكم حواليه. شوف الاساس مالات ماله صخر، صخر وطين مبني. العظم صاير ابيض عبالك جص. شوف هذا الصاروخ، هذا من العدوان الامريكي على العراق بال91. هذا يم قصر شقرة. شلون صاروخ طايح وما منفجر. هسه متوجهين للغدا. اقول لك سعيد، انت ما رجعت لي خبر على الموضوع اللي صار النبي انا وياك. جيبوا لل شو اسمه، هسه اريد واحد يعاوني ياي يتطوع. رحم الله والديك. يلا قوم قوم اعطيني اغسل لي هاي الماعون غسله.
هذا عصعص اليوم راح نسوي كبسة. عصعص راح نسوي كبسة نغسله السريع. لا حبي ما يحتاج. عافية 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 ابو علياوي. اشتاق شب النار النار. اي مو بس شيف شاهين وخابصين بي. شوفوا انا هم اسوي لكم اكلات. طن بصل انت طبخ هذا شو كله غلط بس شو طح طيب شو ما طلع لا بشرفك طيب لو انا في طحل هو الطبخ العشوائي يخبص صدق والله عشوائي على هوي بويا مو عشوائي هو هذا فن هسه شاهين كلها تباوع له مشاهداته مليون بالملايين وهم طبخه على مزاج انا هم اطبخ على مزاجي واطلع لكم نتيجه طيبه الله يعافيك على الاقل انت ماكلين بس هذا شاهين اللي تقول عليه شيف شاهين اي هو شيف شاهين نريد نجيبه يكشت ويانا يلا راح اصعد له هذا الفيديو واقول له تعال اكشت ويانا من يجي للعراق هو بالامارات مدري وين نقطع البصل قطع كبار نرجع لموضوعنا هذا ثوم مثروم كملنا بصل مثروم هذا راس الثوم ننزله كما هو بس ننظفه الفلفل الحار لا تبصه خليه هو كامل هو غسله هاي غيرها ابو حق جيب لي غيرها ها فازدة؟ لا مو فازدة قص هاي زايدة اي هاي شوية ظلت منها جيب لي غيرها حبيبي صح. ممكن؟ صح روح روح خليهن ذني وروح بعد بوتيتا ما جبتولي بوتيتا بطاط ايه جذرنا غسلة سريعة الطريقة هيجي هسه شطفة نطلع منها الزفرة والنوب ونكبسه هسه نبلش نضيف البهارات بصل بني
عمليات هنا. ونومك ونومك والله ونومك. لذيذ ترى. هيا الطابخة. اشتري لك والله. حاط وراك غرانك يلا ليمون لودا بو الطباخ لازم يستعمل لازم يستعمل الطباخ احسنت الطباخ وين تفكرني حاط السوء والله جاي يقول لك ما شاء الله قوم والله هنا نسكت قليلا الريحة قصة طينا التمن يا طويل العمر أحسنت مرحب مرحب أهلا وسهلا ارحب ارحب بالمهلي بالمهلي حبيبي ارحب ارحب يا الله بسم الله هاي الكبسة لعيون السيد فدوها لقلبك حبايب ما شاء الله شنو شكليت عم الحجي بس المس بلا زحمة عليك طبعا الحياة ماتنا وين ورا اسبوع لقيتك باسكلات مو كذبك لا جيت لورا اسبوع لقيته حامي لا تسامح الله بحيب اي صح يسوون تمن حصيد هم بها يتذكر عليهم هي ذول الجنود اللي عندنا ويخلونا ناكل وياهم يا اخي ما ينمل اكلهم والفل حالي بالفلفل الصبح يشربونه بالخلاط هم مو ماكس دائما وياهم مو يبقى يبات فيجيبوا له اكل حار صار بي هو ما كان هيك كان اجلاب بس من Thank you.
الشمس صارت جاهزة مع اللعب. اوه نسيت لكم القدوع، جيب لهم القدوع. اقدع يبا اقدع. ما كان يا عيل اخوي، حط حط طلع واحد من شو اسمه يولي ماكو بالحافظه مالته. الأجواء، شوف الظلام دامس، ليش ما تشوف؟ نجي لهنا، أي با القعدة الزينة والربع منورين، قاعدين نجهز عشانه، الضلوع، تكة، الطماطة هاي هنا، أي با ملبدين هالطماطة. حطبنا من الساعة ما صورنا لكم، احنا حطبنا الجمرية الزينة والبرد يقصقص. بعد شو تريد؟ اليوم انت السوبرفايزر مال الباربيكيو؟ معيت يا اليوم. يا هم معيتك عمر المسكين هذا سوى اللحم هذا المقروشة وقصص وشيش هو باعث وش على الجمرية وش على الجمرية اجا وقفوا هنا انا قال هاي انت بس وقفت انا ريال نايم جوا ها شوف ذاك فريشي نايم وباوع الولد لم قصصت اللحم لم الحطبات شيشت صح والله شيشت والله البقية كلها سويتها انا ما شفتك بس صافن عليهن وتفر جا سهله هي هاي هم صحيح أيوة شوف والله شوف من جاي سويته شوف شوف هاي الفره مات يعني هاي بس الماطور يسويها طبعا طبعا حبيبي انا اسم ماطور ولا شو والله صح فنان انت عمي اقول لك انا فرن اسمع حلو فرن حجري كهربائي يابا فن هذا فن بعد ويا أجنحة توب الأمور مية مية الله بالخير اخواني مثل ما شفتوا بالتايم لابس شلون نظفنا المكان وتكرمون الزبل مالتنا خليناها بكيس والكيس خليناها بالبيك اب صورت لكم على التايم لابس فلشنا الخيمه نظفنا امورنا شوفوا المحيط
كل شيء ما باقي. هذا كارو، هذا المكان مثل ما كنا بيه وانظف بعد. تحياتي لكم وخليكم ويانا ان شاء الله بالايام الجايه، هم راح ننزل كشته جديده بمكان ثاني. هذا من كشاتنا، هذا كان بالامغر بن عفيصه بباديه السماوه. تحياتي لكم.